بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم